أشعر وكأنها تمطر منذ 40 نهاراً وليلة. لا تحزن يا مات، أكاد أنتهي. أبي، لا تقل لي إنك تبني جهاز تيربو 3000 المجنون ذاك. بالتأكيد لا، بل أعمل على شيء أفضل. انظر إلى هذا، لقد حولت آلة صنع الفشار إلى جهاز فرقعة مائي. وكيف يعمل هذا الشيء؟ كل ما علي فعله هو إحداث ثقب في السقف، وسيقوم المطر بكل الباقي. روكسي، استمتع يا أبي، أنا ذاهب. مات. في الواقع لا أفهم لما يذهب هذا الصبي في كل مرة على وجه السرعة. روكسي، ما الذي يجري؟ مات، لقد أطلق تيليروكترول وهو يحدث فوضى عارمة هنا في الغابة العجيبة بحثاً عن أحجار كريمة. واو! روكسي! الرحمة! الرحمة! لا رحمة! إنه تنر.